بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم أحكام الأضحية التي ينبغي على المسلم أن يقف عليها، أولا عدم أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، والبشر الجلد. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. والراجح من أقوال العلماء أن هذا النهي خاص بالمضحي فقط الذي يشتري الأضحية، أما المضحى عنه من زوجة وولد فإنه لا يلزمهم أن يمسكوا عن ذلك. ثم هذا الأمر لا دخل له في صحة الأضحية، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ أضحيته لا تصح، هذا خطأ. هذا الأمر لا دخل له في صحة الأضحية، فلو أخذ الإنسان شيئا من ذلك فقد أخطأ، وأما أضحيته فصحيحة. الحكم الثاني: يشترط في الأضحية شروط، من أهمها أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الضأن والمعز. الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز ما تم له 2 سنين كذلك، وفي الضأن ما تم له 1 سنة عند الجمهور، وعند الحنفية والحنابلة ما تم له 6 أشهر. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. قال ابن القيم: فأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه وهو المسنة. والذكور والإناث في الأضاحي سواء ضحى الإنسان بذكر أو ضحى بأنثى، كله سواء. الشرط الثالث: السلامة من العيوب. والعيوب التي لا تجزئ معها الأضحية ولا تجوز 4 عيوب فقط، وهي المرض البين، والعور البين، والعرج البين، والهزال الشديد الذي يمنع الشاه من المشي، وأما ما عدا ذلك فهي للكراهة. الحكم الثالث: كلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل، كلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل. عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكمشين أملحين، أقرنين، يضع رجله على صفحتهما أو على صفحتها ويذبحها بيده، متفق عليه. والأملح ما خلط بياضه بسواد. وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوي، دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوي. الأمر الرابع: استحباب تسمين الأضحية والتضحية بالسمين. قال البخاري: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. قال: وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. كنا نسمن الأضحية بالمدينة، يعني يشترونها فيطعمونها حتى تسمن، وكان المسلمون يسمنون. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها. الحكم الخامس: تجزئ البدنة
وهي الإبل والبقر عن خمسة عن سبعة بيوت، والشاة عن بيت واحد وإن كثر عدده. قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلونه ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي. والتضحية بالشاة لوحدها لأهل البيت خير من المشاركة في سبع البدنة. يعني شخص يشترك مع أشخاص بسبع، وشخص يضحي بالشاة لوحدها، الذي يضحي بالشاة لوحدها أفضل. الحكم السادس: من السنة أن يتولى الإنسان شراء أضحيته وذبحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح أضحيته بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. الحكم السابع: مشروعية الأكل من الأضحية. وهذه المشروعية إما سنة مؤكدة أو واجب، قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من يوجب الأكل من الأضحية لظاهر الأدلة، ومنهم من يستحبه وهم الجمهور. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس وأطعموا البائس الفقير، وهذا أمر. وقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. كم قسم؟ قسمين. كلوا وادخروا، كلوا في الحال، وادخروا أكل المؤخر. فكلوا وادخروا كله أكل، وتصدقوا هذا القسم الثاني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليأكل كل رجل من أضحيته، ليأكل كل رجل من أضحيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر في حجته 100 من الإبل أمر أن تقطع له من كل واحدة قطعة، ثم جعلت جميعها في قدر واحد فطبقت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. فدل على أن الإنسان يأكل من كل أضاحيه ومن كل هديه. ولم يصح تثليث الأضاحي، والأمر فيه سعة، لو ثلثها الإنسان جاز، ولو ناصفها فكلوا منها وأطعموا قسمين كما في القرآن جاز. بل أجاز بعض الشافعية أكل كل الأضحية، لأن المقصود التعبد لله بإراقة الدماء، وقد حصل ذلك. الحكم الثامن: وقت الذبح، ويبدأ من الفراغ من صلاة العيد، وينتهي على الراجح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فيكون الذبح في 4 أيام، والليل والنهار في ذلك سواء. قال عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، واليوم إذا أطلق دخل فيه الليل والنهار. الحكم التاسع: لا يباع شيء من الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الحكم العاشر: للإنسان أن يشرك في ثوابها من شاء من أهل بيته أحياء وأمواتا. وأما تخصيص الأموات بالأضحية فليس عليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الصدقة عن الميت القريب أفضل من التضحية عنه، لأن هذا وردت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مات من أهل النبي عليه الصلاة والسلام في حياته زوجه خديجة، وعمه حمزة، وعدد من بناته، ولم يخص واحدا منهم بأضحية. وقد كان الصحابة أحرص الناس على الخير، فلما لم يفعلوا دل على أن السنة
عدم فعل ذلك، إنما الدعاء والصدقة عن الأموات. الحكم الحادي عشر: الأولى عدم دعوة الناس إلى إخراج أضاحيهم خارج بلدانهم. الأولى عدم دعوة الناس إلى إخراج أضاحيهم خارج بلدانهم، وهذا لأمور: أولا لأن الأضحية شعيرة، والشعيرة من حقها أن تظهر، وإذا أخرج الناس كلهم أضاحيهم خارج بلدانهم لم تظهر الأضحية في بلدانهم، فإخراجها يميتها في بلد المضحي. ومن شأنها أن يربى عليها الأولاد وتغرس في قلوبهم حتى يحيوها ولا يتركوها، لأن الشعيرة لابد أن تظهر ويتتابع عليها الناس. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل أضاحيه إلى خارج المدينة، فكان الناس يحجون والفقراء موجودون في مكة، فكان يضحي في المدينة ولم يكن يرسل أضاحيه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث النقل يفوت أمورا كثيرة، من أهمها الأكل منها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر الله عز وجل بالأكل منها، وإذا أخرجتها فاتت عليك هذه السنة المؤكدة أو الواجبة عند بعض العلماء كما رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ومن ذلك يفوض عليك الاختيار، لأن دم البيضاء خير وأحب إلى الله عز وجل من دم السوداء، وإذا وكلت أحدا قد يختار لك غير المناسب، قد يختار لك غير السمين، ثم أنت تبقى تنتظر وتمسك عن شعرك وأظفارك حتى يضحي، ولا تدري هل يضحي عنك في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. ثم يفوض أمرا آخر أيضا، وهو إطعام الأهل وإطعام الأقارب والفقراء عندك ونشر المحبة في البلد. الأمر الرابع ليس المقصود من الأضحية إطعام الفقراء، ليس هذا المقصود الأعظم. المقصود الأعظم كما تقدم التعبد لله عز وجل بإراقة الدم. والفقراء قيمة الأضحية في الغالب، قيمة الأضحية في الغالب أنفع لهم من الأضحية من اللحم، فالتصدق على الفقراء أولى من إرسال الأضحية لهم. فالمقصود التعبد لله عز وجل بإراقة الدم وإظهار الشعائر وشكر هذه النعم، كما قال ربنا عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قلت هذا من باب الأولى والسنة، فحث الناس على التبرع إلى الخارج ليس عليه سنة وليس هو الأولى، إنما الأولى أن يحث الناس على الأضاحي في بلدانهم.